أمريكا دولة كبرى، يجب أن نحمي مصالحنا مع أمريكا في مجالات الاقتصاد، في مجالات التعليم، الصحة، وحتى في قضايا الأمنية. يجب أن لا ننسى اللي زادون على العلاقات مع أمريكا، أذكرهم مو بعضكم قبل سقوط صدام حسين رحتوا البيت الأبيض وطلبت المساعدة بإسقاط صدام حسين، ليش استنقلبتوا؟ أمريكا يجب أن نعترف وقعت في أخطاء كبيرة خلال مرحلة الاحتلال للعراق لحد 2011، ولكن يجب أن نعترف أمريكا ساعدتنا بالسقوط أو بإسقاط نظام صدام حسين اللي كنا نحاربه كليتنا وعانينا منه فترة طويلة. كذلك لا ننسى أمريكا ساعدتنا بالحرب ضد داعش، يجب أن لا ننسى كل من ساعد العراق في الحرب على داعش، أمريكا أو غير أمريكا. طيب العراق يجب أن نبني علاقات متوازنة مع الجميع، يجب أن لا نخجل من أي علاقة تحفظ كرامة العراق والعراقي، أي علاقة. بعض السياسيين بالعلن يطلع يشعل أمريكا هوس، وبالغرفة المظلمة ينطي الخنوع. نحن لا نقبل لا بالخنوع، عندنا سياسة واضحة أقولها بكل صراحة، لا نخجل من علاقاتنا مع أمريكا، ولا نخجل من علاقاتنا مع إيران، ولا نخجل علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية. كل علاقة تخدم الشعب العراقي يجب أن نعمل عليها، ويجب أن إطفاء النيران وتصفير كل مشاكلنا لكي نبني مستقبل أفضل.